والنقاش اللي كاين كاين ما هو التطبيق واش الماده مية ما هو الموضوع ديال التطبيق واش الماده 257 من القانون المسطره الجنائيه اللي كتعطي لمحكمه النقد بناء على طلب السيد الوكيل العام احاله الملف على الاسباب الامنيه للجهه على محكمه من المحاكم وكاين الظهير المنظم من المجلس الاعلى وخاصه الماده 49 فيه اللي كتقول بانه تنص على واحد مجموعه الضمانات وكتنص على شكون خصو يقدم الطلب طرحنا السؤال على المحكمه واش الظهير ديال 57 تم الغاؤه حنا عندنا واحد الماده 753 قانون المسطره الجنائيه كتقول بانها كتلغى واحد الفصل من ذاك الظهير كله ماشي جميع الفصول فكاين هذا النقاش واش خصنا نطبقوا قانون المسطره الجنائيه او خصنا نطبقوا الظهير الا طبقنا قانون المسطره الجنائيه ما فيهش المسطره الظهير فيه المسطره تيقول بانه الا صدر الغرفه الجنائيه من جهه الاعلى اللي خصها تكون من الرئيس ورؤساء الغرف في قانون المسطره الجنائيه كاين الغرفه الجنائيه فقط ولكن في الظاهر كاين الرئيس ورؤساء تتقول الى صدر قرار في اطار ما يسمى بالامن العام يجي للاطراف اي للطرف الثاني اللي هو المتهمين الحق في طلب في التقديم بطلب تعرض بمذكره الى الاطراف معناه ياش معناه ان الحكم الذي تصدره محكمه النقد ليس نهائيا خصو يتبلغ المتهمين والمتهمين تعطيهم اجل ديال 10 ايام الى طعنوا فيه بالتعرض مزيان ما طعنوا فيه عادي نفذوه هما ما داروش هذه المسطره غير صدروا القرار ونضوا جابوا المتهمين وهزوهم وجابوهم مسوا بحق من حقوق الدفاع وحق الطعن حق المرحله الثانيه واعتبرنا ان هذا الشيء مس حقوق الدفاع ولكن قلنا ان هذا غير مجرد راي قانوني انتم المحكمه لانه المبدا في الفقه ان القاضي هو اللي كيحمي المتهم هو الضمان الاساسي للمتهم